تجميل سعدي ولمسة جمال. تفضلوا. السيدات راهم يقولوا واش راهو حضرنا، راهم بحماس راهم يستناو فينا. حنا نقول لهم هذا البخار المائي لتنظيف البشره حيستعملوه حينجحوا فيه لكل سيده. نقول لهم السيده اللي راهي تشاهد فينا ما عندهاش مقادير كبيره، هي تكون عندها جوست الطريقه الاولى تحط، يكون عندها ورق نعناع. الورق النعناع يقدر يكون عند، تقدر تحطه في خيط، تقدر تحطه يابس، تقدر تحطه مرحي في الماء. في الماء تحط الماء يبدا يغلي، الماء كي يبدا يغلي تبدا تحط النعناع ديالها. كي تحط النعناع تحكم اون سيرفيات سوغ، تحط اون كاسخون تكون شويه كبيره، تحط بهذه الطريقه. لان احنا نحطوا الماء نزيدوا نحطوا النعناع كما رانا نشوفوا، بصح نحطوا النعناع بعد ما الماء يكون يغلي، وتحط بهذه الطريقه تقرب لو غون ماكسيموم للاناء ديالها. بهذه الطريقه تعاود تطلع قد ما قدرت تحمل، تعاود تولي لطريقه ثانيه. وخاصه اللي عندهم مشكل في التنفس حيقدر يساعدها لو ماكسيموم، هكذا يسهلها الطريقه بهذا الشيء. حنا بعد ما هذه الطريقه تحطها لخمسه دقائق حتى لعشر دقائق، سا ديبون لا بيرسون واش تحمل التنفس ديالها. حنا كي تكون هذا البخار راهو يطلع راهو يحل المسامات وراهو البشره تولي رطبه اكثر واكثر. حنا مع ما تكون خلاص كملت الرطوبه هذيك تحمل، تحكم الكوتونتيش، لأن الكوتونتيش هو يكون سوبل، تحكم من هذه الطريقة تنحي البقع السوداء والبقع البيضاء اللي تكون زيادة. هذيك البقع البيضاء منيحة تجيها، تجيها من كثرة الزيوت، والبقع السوداء راح يجيها من لابوليسيون اكسيتيرا. دونك تحمل، تحكم الكوتونتيش بطريقة سهلة. وين كان عندها لي بوان نوار ولا لي بوان بلونش هذوك حيتنحاو هذوك كامل. حنا بعد ما تكمل البخار الماء تاعها اللي حطينا فيه النعناع اللي قلنا يحلها لي بوغ ديالها، حنا واش تقدر تزيد تعمل فوقها؟ تحكم دي غلاسون بعد ما تعمل الماء وتعمل كوتونتيج وتنحي كامل البقع البيضاء البقع السوداء، وتحمل دي غلاسون تحكمهم بهذه الطريقه وتجوز كامل على لابو ديالها بهذا الشكل. حنا كي تجوز بهذه الطريقه لي غلاسون واش حدير؟ حتغلق كامل المسامات تاعها اللي كانت حلتهم بالبخار الماء بهذه الطريقه. كما رانا نشوفوا حنا درنا بخار ماء وزد حطينا فيه نعناع، ثم نحينا لي بوان نوار ولي بوان بلونش بالكوتون تيش، ودرك راني نجوز عليها لي غلاسون بهذه الطريقه هكذا تغلق لي بوغ ديالها. وباش تعطي اناره مليحه وتعطي بشره رطوبه اكثر واش تحط؟ تحط ملعقتين تاع ياغورت ناتور، وتحط ملعقتين تاع العسل. حنا كيفاش رانا نشوفوا هنا؟ حنا ننصح يعني كل سيده قبل ما تعمل هذا الشيء الفوك السوني سوا سون فيزاج بيان بيان. كالي تقول لك نو راني خاسله وجهي باش نحط هذا القناع، ولكن قبل ما تعمل بخار وقبل ما تعمل اي حاجه في الفيزاج ديالها لازم لي مان تاعها يكونوا سوبر بروبر، ولازم مام البشره تاعها تكون فريمون نقيه. تعمل اندي ماكيون، واللي ما عندهاش اندي ماكيون حنا رانا نقول لهم نعطوهم دي ميثود بطريقه الاقتصاديه، ولكن ما كانش بيت ما فيهش حاجة تقدر تحكم ان كوتون ديسك وتحط الحليب وديماكي كامل الفيزاج تاعها. اي ماسك اي غوماج اي بخار ماء تعمله لازم يفك السون نيتوا سون فيزاج بالحليب بالطريقه الاقتصاديه، تقدر بالحليب السون نيتوا سون فيزاج. نعاود نولو لو ماسك اللي حنمدهو لهم يعملها رطوبه، يعمل يمد لها اناره اكثر واكثر بالطريقه السهله. قلنا نحطوا ملعقتين تاع الياغورت ناتور، حنا هنا راهو صغير ما نحطش، نحط ملعقه تاع ياغورت ناتور، نزيد ملعقه تاع العسل كيما رانا نشوفوا. تحركهم مليح مليح، نعرفوا بلي العسل فيه بزاف فائده كبيره بالنسبه للبشره، حتى بالنسبه للشعر. في المواضيع الاخرى نفهمهم على الفوائد تاع العسل للشعر او للبشره. تعمل هذا القناع وتحط، تحط كامل الفيزاج تاعها، تحطو كامل الفيزاج تاعها وتخليه لمده 5 الى 10 دقائق، تشوف بلي ان هذاك العسل اللي حطاته سوغ الفيزاج. وخاصة أن نزيد نأكد بني أن لي مان تاعها يفوكو لو سوا طول طون بخوبخ، لازم يكونوا نضاف باش تحط أي قناع على البشرة تاعها. حنا واش حطينا؟ حطينا بخار ماء نزيد نثبتهم، نحينا لي بوان نوار ولا لي بوان بلونش نحيناهم بالكوتون تيش. بعد ما نحو لي بوان نوار نغلقوهم بلي غلاسون، نغلقو كامل لي بوغ اللي كانوا حالين باش نعمل هذا القناع. أنه كي نعمل هذا القناع
ونخليه 5 دقائق او 10 دقائق ماكسيموم 10 مينوت. ولكن كيفاش تعرف باللي القناع هذا راهو تبد؟ تحس ان القناع تاعها بهذه الطريقه. وكاين بزاف اللي نعرفوا ان ما يعرفوش كيفاش يحطوا لي ماسك، ما نعرفوش كيفاش يحطوا لي قماش. نشوفوا مع العارضه كيفاش تحط لو قماش ديالها، لو قماش كيفاش حتحطو. تحطو بطريقة الفوق، ما نحبوش حنا نحطو الأسفل. لو ماسك كيفاش يتحط ولو قماش، سوا لو ماسك سوا لو قماش. انها تشري لي تيوب باسكو كاين بزاف اللي تشري دي تخوك باهضة جدا وتقول لك ما والمونيش. حنا الطريقة الاقتصادية بطريقة سهلة بالمواد الطبيعية تقدر تعمل لو ماسك ديالها بالطريقة إلى الفوق، وخاصة إلى الفوق هكذا باش تيفيتي التجاعيد، ما يكونوش عندها تجاعيد في العين في الفيزاج تاعها. ولكن دائرة العين هي مرحلة اللي صعيبة، ونعرفوا أنهم يحطوا في العين بزاف السابليك لو توغ تاع العين تاعها بقوة، تقول لك نو باش يدخل البرودوي. هو خطأ، أن دائرة العين منطقة حساسة جدا. وكيفاش تحط؟ تحط بهذا لا ميثود، يفو كالتابوت هكذا، التابوت 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 باش تنحي البقع السوداء اللي في العين. ونقولهم باش كيفاش تنحي لو ماسك هذا، انه ما تعملش ماء سخون ولا ماء بارد. نعرفوا بلي الماء السخون حيعطي لها سر للفيزاج وحيدير لها تجاعيد، والماء البارد ما حاش ينطوي لها الفيزاج، ما حاش ينطوي اي ما ينحيش الزيوت. هي الماء دافئ يكون تياد، هي اللي السونيتوا. وما تعملش صابون لانه الصابون فيه بزاف مواد زايده فيهم، دونك نقولها تعمل جوست كي تعمل لو قماش تعمل لو ماسك السونيتوا بالماء بروبر وحده يكون دافي. ان شاء الله الموضوع هذا يكون استفادوا به الكل، مشاهده كل سيده اللي راهي تشوفينا، وان شاء الله نوعدهم بمواضيع حتكون تستفدهم. وحنا نزيد نركز لهم على هذا الموضوع بان احنا ما نقدروش نعطي لهم اي طريقه لو كان ما نستعملوهاش، لو كان ما نشوفوهاش مفيده وما فيهاش نتيجه. حنا نعطي لهم النتائج اللي يكونوا فريمون مضمونه، استاذ تلحق لهم ليدي بحاجه مضمونه جدا. نطلب من كل سيده ان تجربها وحتنجح فيها الطريقه، ولكن ماشي خطره ولا اثنين، او ما تعملها اون فوا باغ سيمان لمده شهر.